نعم دكتور محمد، أرحب بك وأسأل من موقعكم، كيف تتابعون ما يجري في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية التي سبقت على مدينة القدس وأهالي حي الشيخ جراح في المدينة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أنت عارف أن الحدث المسيطر الآن هو استهداف غزة من خلال الأبراج والعمارات الضخمة جدا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا الكيان الصهيوني متردد ومرتبك وخائف من أن يجتاح بريا، من أن يتقدم بكل آلته التي يمتلكها، سواء العسكرية الثقيلة أو الدقيقة الإلكترونية الاستخباراتية أو الأقمار الصناعية وما وراءه. وفي المقارنة أن الذين في مواجهته معروف ما هي إمكاناتهم ومساحتهم وكل النقاط التي يعرفها من ضعفهم المادي أقصد. هذا يجعله يتردد فيمارس هذا الجنون الذي يحصل بالألوان وأمام العالم من النازية الجديدة والإبادة التي لا تفرق أي شيء عن الآخر. هذه واحدة. اثنين، هو لعله حتى نفهم الخطة أنه يخاف أن يوقع مدنيين كثر. إذا ضرب مواقع الصواريخ مباشرة، وقد يقول البعض كيف طيب ما هم قاعد يطلقون صواريخ في داخل المدينة، ما هي غزة أكبر مدينة كثافة سكانية في العالم ومساحة صغيرة، هو يحط صواريخ وين؟ قدام الناس على أمام الحدود؟ ما هو واضح، فيخشى من هذه الخسائر، بدليل أنه قبل أن يفجر يأمر بماذا؟ بإخلاء العمارات أو السكن الذي يريد أن يفجره. هذا الإجرام الذي يمارسه، ما الذي يقصد من وراءه؟ يقصد من وراءه تزهيد سكان غزة وأهالي غزة، مواطنين غزة بالمقاومة، لأن هذه الأبراج مليئة بالسكان وكثافة سكانية كبيرة. اثنين، يريد أن يزهد أيضا أهل غزة بالمقاومة، لأن هذه الأبراج لها قيمة مادية وقيمة معنوية وتاريخية وعراقة وطول وقدم ومركزية، وهي من معالم البنية التحتية ومن معالم غزة الكبرى، فيريد أن يهز المعنويات أيضا من هذا الجانب أيضا. كذلك ضرب كما يعرف العالم جميعا ويتحدث به، يعني اليوم الكاميرا هي عبارة عن فوهة مدفع وأخطر، ضرب العمارة التي فيها كل وكالات العالمية التي تنقل الحقيقة، لأن هذا الكيان مزور للحقائق منذ نشأته إلى اليوم، ويلعب إما على تزوير الحقيقة أو ذكر الحقيقة المنتصفة التي تضلل أكثر أحيانا من تزوير الحقيقة. فهذه نقطة مهمة، لكن احنا نعرف أن أهل غزة يعني يقبلون في حسنا نحن وفي نشاهده من تاريخ الغزوات الصهيونية والاعتداءات على أهل غزة، نعرف أنهم يريدون أن لا تبقى غزة في أي تنمية وتطور ورفاه. فهذا التدمير اللي قاعد يسمع الكيان الصهيوني أمام العالم الحقوقي الكاذب المنافق من أجل أن تكون غدا الكلفة عالية على إدارة غزة في التعويض والبناء والإعمار، ومن جهة أخرى تسيء للمانحين، فالمانحون الذين بدلا من أن يقوموا بتنمية البلد ينشغلون بقضية إعادة الإعمار وإزالة ركام الدمار. هذه نقطة بإذن الله لن تفوت على أهل غزة، هذه نقطة مهمة يا أستاذ حسام. دكتور، كل ما تفضلت به بالمناسبة النقاط مهمة وليس فقط النقطة الأخيرة، لكن هناك دكتور من يرى أن الدخول الآن في صراع مع إسرائيل وسط تفاوت من القوة، كون أن إسرائيل تدعمها الولايات المتحدة وتدعمها جهات غربية وتطور من ترسانتها العسكرية بشكل كبير جدا، هنالك تفاوت في الميزان العسكري ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين، فهنالك من يعتبر هذه الخطوة من الفلسطينيين والقتال بهذه الصورة هو انتحار. هذا الكلام طرح ولم يطرح هذه المرة، تكرر هذه الأسطوانة والكليشة كلما صارت مواجهة حقيقية بين المقاومين، المجاهدين، الممانعين، سميهم ما تسميهم، الذين يسيرون في سبيل الحق وفي سبيل الله
ضد هذا المجرم يكررون هذه الأسطوانة. ونحن نسأل قبل ذلك، قبل أن نتكلم عن توازن القوة، هو أين القوة المتوازنة؟ أين الترسانة العربية المسلحة المكدسة في كل الدول، دول الطوق وما بعد الطوق والإسلامية أيضا؟ أين هذه الترسانة في ظل ازدياد معدلات الإجرام الصهيوني حتى وصلوا إلى المسجد الأقصى؟ فعندما يصلون إلى المسجد الأقصى ويلوثونه ويضربون المعتكفين فيه ويقتلون ويجرحون، وفي نفس الوقت يقتحمون، وفي نفس الوقت يطردون أهالي الشيخ جراح وقضية تطهير مناطقي، كل هذا يحصل أمام العالم بشيء لم يكن من قبل. ونحن نؤمن بأن هذا كل من سبب التطبيع الجديد والتوسع، نتائج التطبيع العربي الجديد. فكل هذا عندما يحصل، أليس من الطبيعي يا بشر أن يفزع الإنسان الذي عنده قليل من القوة؟ الناس جاهدت بإيدينها يا جماعة في القدس بيديها وبأجسادها وبصدورها، أطفال نساء صغار كبار، أمام القصف والنار والدخان والاقتحام والقمع. فلما جاء من ينصرهم وبسلاح صنعه محليا مع خذلان العالم العربي المتخلف، طبعا سياسيا وليس الشعوب، هذا بعضه متخلف بعضه متآمر بعضه غير مبالي بعضه عادف بعضه متعاطف القليل، لكن ماذا يصنع؟ لأنه ضعيف. عندما يقومون بالواجب عن الأمة وعن المقدسيين وعن بيت الأقصى وعن الحقوق وعن التاريخ، نأتي نقول قوة غير متوازنة. طيب فلسفيا منطقيا تاريخيا، فكرة التوافق تسقط معنى المقاومة. ما معنى المقاومة إلا أن تكون الجهة الأخرى قوية حتى لو يدرس قوتها. فنحن نحفظ من مات دون مالي فهو شهيد، من مات دون يعني دمه فهو شهيد. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي المخارق، قال رأيت رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لازم الناس تفهم هذا البعد، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال فلا تعطيه مالك، قال فإن غلبني، قال فاستعن عليه بالسلطان. طيب هذا الحديث وين السلطان اليوم؟ شوف لاحظ، قال الرجل فإن السلطان، فإن كان السلطان بعيد، فإن كانت القوى السياسية المناصرة معي بعيد، فإن كانت القيادة السياسية بعيدة، الحاكم بعيد، ماكو حاكم يا رجل، مالنا رأس، الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن السلطان عني، قال فمن حولك من المسلمين؟ وهذا اللي قاعد يحصل، السلطان نأى وابتعد، أنا قاعد أطبق تطبيق واقعي. من الذي تظافر مع أهل غزة وأهل هم الذين معهم من الفلسطينيين أولا من الداخل؟ وأنت لاحظ وأنا قاعد أتكلم ما صنعته المقاومة، ما زلنا في الحديث أستاذي، أنت تلاحظ التحام الجغرافيا الفلسطينية، تلاحظ التحام الجغرافيا الفلسطينية، الضفة الغربية، مناطق 48، غزة، هذا التلاحم والتوافق والتناصر والتداعي غير مسبوق بهذه الكثافة وهذه الطريقة من 48. فقال فمن حولك من المسلمين؟ قال قاتل دون مالك، عليه الصلاة والسلام يأمره أن يقاتل دون ماله، فإن مات فهو شهيد. هذا الواقع ينطبق الآن وبشكل أكثر في ظل امتلاك قوة. انظر ماذا صنعت المعادلة. ثم تعال يا أخي الكريم، اليوم لما تقرأ التاريخ في قضية المقاومة، دائما الأقلية هي المضطرة أن تقاوم من أجل الحفاظ على مكاسبها، على حقوقها، على وجودها، على كيانها، على ديمومتها، على حقوقها المنتهكة. ماذا صنع الفيتناميون؟ هل كانوا بمكافأة قنابل النابالم الأمريكي لتحرق القرى؟ ماذا صنع الأفغان أمام الأمريكان وأمام الروس؟ ماذا صنع الجزائريون أمام الفرنسيين بالملايين؟ ماذا صنع الليبيون أمام الإيطاليين؟ ماذا صنع؟ ومع ذلك لاحظ النتائج، هؤلاء المخذلون الذين يحفظون هذه الأسطوانات وهم يتصلون، علموا أم لم يعلموا، خطابهم يتوافق ويندمج ويتماهى مع الخطاب الصهيوني. هؤلاء عندما ننظر إلى الانتفاضات، أنت لاحظ مثلا انتفاضة 1900، الانتفاضة الأولى 1987 إلى 1993، ماذا حدث بعد هذه الانتفاضة الغير متكافئة ضد الصهيوني المتمترس بالنظام العالمي والمتسلح
بكل أسلحة الدمار الشامل المتطورة. على الأقل أقامت دولة على أراضي 1967، يعني جزء من المكاسب أخذوا هذه المكسب. انتفاضة الثانية من 2000 ل 2005 انتهت بقضية انسحاب من غزة. فيا جماعة، هؤلاء المخدرون يجب لا نعطيهم بال وساقطون من الاعتبار. طيب دكتور، أين يعني الكثير يسأل في هذا التوقيت، أين هي مواقف علماء المسلمين من ضخامة هذا الحدث، وتحديدا ما جرى في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، واليوم ما يجري من مجازر في مدينة غزة وفي قطاع غزة ككل؟ أنت تعلم سيدي الكريم والناس شهدت أن بعد الربيع العربي وتداعياته، وفي السنين ليست البعيدة، كثير من العلماء قتل، ومنهم من والكثير سجن، والكثير اختطف، والكثير أمر بالإقامة الجبرية. والذي عنده فاعلية من البقية الباقية في منصات وأصوات ومتابعين بالملايين سحبت منه وسائل التواصل وأمر ألا ينشط إلكترونيا، وكثير منهم أمروا ألا يسافروا خارج بلدانهم حتى يعني يأمنوا بحرية الكلمة وحرية الإبداع عن ما في النفس والعقل من قناعات ومبادئ، في ظل أيضا بعضهم خوف، وبعضهم من حقه أن يخاف لأن السلطات الدكتاتورية تعطي رسائل من خلال هذا القمع للآخرين. حط بالك ترى من كان هو أكبر منك وأعظم منك وأشطر منك وأكثر حضورا وهذا مصيره، ولا كلمة، هذا جزء. ومع ذلك يا سيدي الكريم، يجب أن لا نحكر العلماء بأسماء برزت وأعلام اشتهرت على كل صعيد. تعال عندنا احنا هني في الخليج وفي الكويت، في كل ما في كل يعني كل النشيطين والمشهورين والمعروفين داخل لهم نشاطهم ولهم عطائهم، يعني لهم نشاطهم ولهم عطائهم، فيجب ان لا نحصر. ومع ذلك يقومون بالواجب. شيخ الازهر ادان، الشيخ الطيب ادان العمل وطلب باجراءات ووصف ما يسمعه الصهاينه بالارهاب. الشيخ الخليلي مفتي عمان أكثر من مرة وقبل الأحداث يرفع صوته بأعلى ما يمكن وينادي ويناشد ويقول، وغيرهم من الأعلام الذين نطقوا بالحق. فيجب أن نعرف المرحلة اللي حنا فيها، ولاحظ أخي الكريم، مرحلة تكبيت وتسكيت وتخويف وتحجيم الأصوات العالية، ليس فقط مشايخ أو علماء فقه أو خطباء، بل حتى رياضيين، فنانين، مفكرين، أدباء، شعراء، كتاب، كلهم ينبغي أن يسكتوا ويعطى البديل. الشيخ الطبال أو الرمز المنافق حتى لو لم يكن شيخا، يعني خذ مثلا يوسف زيدان يعلن عن تآمره وتحالفه مع السلطات السياسية ضد قضية الأقصى، ويزور التاريخ، وأنا لا أعتقد أنه لا يعلم هنا، أعتقد يزور متعمد، أما مستفيد ماليا أو أنه متصهين، عندما يتكلم أن الأقصى هو في طريق الطائف، المسجد الأقصى، بكلام فارغ يسمى رأي آخر. وإذا إحنا ما فرقنا بين الرأي الآخر والجهل الآخر والتضليل الآخر، هذه يعني كارثة ثقافية جديدة يجب أن ننبه عليها، ولعل لها موقع آخر في الحوار. طيب دكتور، بسؤال أخير لو سمحت، ما هي رسالتك إلى الشعب الفلسطيني، وما هي رسالتك أيضا إلى الشعوب العربية، خاصة وأن بعضها منتفض في هذه الأيام؟ الله يسلمك، والله كلها منتفضة، من أتيحت له فرصة وبصيص حركة وزاوية فعبر عن رأيه في كل ما يستطيع من وسائل، والمجموعة المخوفة مساكين ينتفضون داخليا بالدعاء والولاء والأمنيات والتذكير بعضهم البعض والنفقات ما يستطيعون من أي وسيلة. الكل منتفض اليوم، لأن هذه قضية لا يعني لا يختلف عليها اثنين. وفي مثل هذه القضايا التي إن جئتها دينيا وجدتها حق، وإن جئتها إنسانيا وجدتها حق، من لا يتعاطف هذا ليس إنسان أصلا، هذا انتهى من من من, من الكيان، هذول مسخ، وهذول ما لهم قيمة ولا نراهم يعني أصلا، وإن رأيتهم فهم يدخلون في إطار ماذا؟ يا الذباب الإلكتروني أو بقية فترينات الحشرات
السياسية الموظفة المأجورة، سواء كان الذباب معلن عن نفسه أو ذباب يعني متخفي بالقلب الفترة الأخيرة ولا ليست لهم قيمة. ولذلك حديثنا لهذه خاصة للفلسطينيين، نقول أنا دائما أقول وقلت أكثر من مرة يا إخواننا يا أهل فلسطين، أنتم الحصن الحصين والجبهة، أنتم الذين يعني تعطون الأمل وتثبتوننا من الخارج، لأن الأمة محبطة. فعندما يرون من يلتحم بهذه الصورة، أول رسالة يا أهل فلسطين كونوا على قلب رجل واحد في مثل هذه الأزمة، لأن القضية متفق عليها وحقوق وعدالة وتخصكم جميعا. ثانيا، أن الضرر والخسائر أيضا سينتهي عليكم جميعا. ثالثا، أنتم في مقدمة الأمة تمثلونها. رابعا، يجب على أهل 48 وأهل الضفة الغربية، غزة وقفت مع الشيخ جراح، غزة وقفت مع القدس، فيا أهل الضفة يا أهل 48 بذلوا كل ما في وسعكم من النصرة ومن مواجهة بما تستطيعون وبما هو مشروع وبما يمليه عليكم هذا التحدي في الواقع لإشغال هذا العدو، عن الاستفراد بأخوكم، فمن استفرد بأخيكم في جهة بعد ذلك يتفرغ لكم. لا بد من تحقيق مكاسب، وفي كل مواجهة في التاريخ الإنساني كله لا بد من خسائر، وأنتم ترون هذا الارتباك الذي حصل عند المجرم. أما العالم الإسلامي فأنتم الذين ينبغي، يعني لاحظ يا أستاذ حسام، العالم الإسلامي استيقظ، ومثل هذا الحدث كشف لنا، هذه القراءة ليس فقط توجيه لهم، كشف لنا مدى سقوط كل المليارات والتضليلات الإعلامية التي دشنها التطبيع العربي الجديد تحت كلمات وصرخات وتحركات وهتافات ودعم مالي وولاء وإدانات الشعوب وخروجها في الشارع وتعبيرها عن الحق الذي لا مرية فيه الواضح. فاستمروا على ما أنتم عليه، وادعموا قضيتكم الكبرى بكل ما تستطيعون، وفقهم الله ونصرهم على أعدائهم، وجعلنا خدما لهم في كل ساعة من حياتنا.